مساء الخير. هنعمل النهارده مسقعه، بس مسقعه بطريقه صحيه، يعني البتنجان والفلفل مش مقليين في زيت خالص، هي نقطه زيت بس. كمان اللحمه اللي انا معصجاها معصجاها برده من غير ولا نقطه زيت ولا سمنه ولا اي دهون خالص، هي اللحمه نفسها فيها دهون، يعني هتسيح وهتظبط نفسها بنفسها وهتسوي نفسها. اول حاجه خالص في المكونات، هعمل اللحمه الاول قبل ما ابتدي في اي حاجه تانية خالص. هجيب الحله احطها على النار تسخن وانزل بيها بالبصل على طول، يعني هنزل على البصل على طول ووراه اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه والبصل هقلبهم مع بعض كويس خالص من غير دهون ولا حاجه، وهي دهون اللحمه نفسها فيها دهون فخلاص كفايه. والتوابل اللي هحطها في اللحمه هي التوابل تقريبا بتاعه المسقعه نفسها، هتبقى ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات، ممكن نحط كمان حبة حبهان مطحون. انا حطيت اللحمة اهوت وهقلب كل حاجة مع بعض لحد ما اللحمة تستوي، وبعدين هعدي عليها واسيبها تستوي مع يعني مع نفسها وشوية بس، وهضيف لها يعني معلقة صلصة او حبة طماطم مضروبين في الخلاط ايا كان ده او ده، يعني عادي. هي خلاص كده خرجت من الفرن ولذيذة وصحية وخفيفة جدا.